ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا، رجعت لكم بفيديو جديد وحماسي جدا. وبصوا، مطلب جماهيري بجد. مين فينا مش عايز يعرف ازاي هنادي مهنا خسرت كل الوزن ده؟ وحاجة يعني بالنسبة لنا فظيعة جدا، كنا شايفينها اتخن من كده بكتير وفجأة لقيناها خسرت كده وزن كبير. النهاردة هنعرف كل التفاصيل دي. كملوا معايا الحلقة. لأول مرة يشوفني، انا الصيدلانيه ايمن حجازي، معايا دبلومه في التغذيه العلاجيه وفي التجميل وفي الفارماكوثيرابي. ويا ريت لو لسه مش مشتركين في القناه اول مره تشوفوني، دوسوا على الاشتراك او السبسكرايب، وكمان سيبوا لايك للفيديو عشان بجد تعبت فيه جدا. وهنتكلم في حاجات مهمه قوي قوي قوي. كملوا معايا الحلقه ويلا بينا. بصوا، مبدئيا عايزه ابدا كده الكلام اللي هو يعني انا مش قريبتها او اختها او حاجه عشان اعرف هي عملت ايه بالظبط، بس انا هتكلم من واقع دكتوره تغذيه ومن واقع كمان الخبرات اللي انا شفتها في حياتي، وكمان منطقيا وبناء على الكلام اللي هم قالوه. مبدئيا هي باباها وجوزها قام في موضوع ان هي عملت عمليه تكميم خالص، فاحنا هنبعد عن موضوع العمليات، ولكن انا برضه هقول كلمتين يخص موضوع العمليات ده. بصوا يا جماعه، ما تفتكروش ان اي حد هيعمل عمليه هينام ويصحى يلاقي نفسه خلاص هو خس وبقى فورمه زي الفل ومبقاش فيه اي مشاكل خالص. العمليه دي برضه محتاجه مجهود، وانا بالنسبه لي علميا العمليه دي مش حاجه غير ان هي بتخليك تعمل دايت غصب عنك. انا شفت ناس قرايبي، وغير كده كمان الدراسة كلها اللي انا اخدتها ان احنا بنتحكم، او بعد العملية بنقدر ان احنا نتحكم في اكل المريض اكتر. الناس الطبيعي، اي حد بيكون عامل عملية ليها اي علاقة بالتخسيس او تكميم او تحويل مسار والكلام ده كله، شهرين شهرين بيكون الدايت بتاعه بجد من اسوأ ما يمكن. تقريبا مشروبات بس، حتى لو بروتين بنبدأ ان احنا نديله الفراخ او اللحمة مفرومة يعني عصير. الموضوع بيبقى صعب جدا، بيبقى عندهم ترجيع دائم ويعني معدتهم وجعاهم، والموضوع بجد مش سهل. يا جماعة، الفكرة كلها ان العملية بتخليكوا تعملوا دايت اجباري، ده كل الموضوع، بتخليكوا تقللوا اكلكوا اجباري. حتى لو انتوا حاسين انتوا جعانين اكتر من كده بتاكلوا وترجعوا، سوري يعني الناس بقت بتاكل وخلاص، هي بس مجرد اشباع رغبة ان احنا ناكل. انما العملية هي برضو مش سحر، عشان لقيت ناس كتير قوي عملت عملية عملت عملية. طب انتوا فاكرين ان هي لو عملت عملية الموضوع هيبقى سهل قوي كده وبسيط؟ ايه ده هي كانت امبارح مليانة وعملت عملية وصحت النهاردة رفيعة؟ مفيش طبعا الكلام ده كله. فالناس بس مش فاهمة موضوع العمليات اصلا يعني المفروض احنا علميا برضو من آداب المهنة، بيجي لي حد يقول عايز اعمل عملية، من آداب المهنة ان انا لو الحد ده ما عندوش مرض او عنده حاجة ايرجنت تخليه يعمل العملية دي اقول له لا، حلك دايت. يعني مثلا لو حد عايز يعمل عملية عشان يبقى شكله حلو او يخس او الكلام ده كله، مفيش، مفروض ان لا، العملية بتتعمل بس لو حد خلاص الموضوع بالنسبة له بقى سمنة مفرطة زيادة لدرجة ان هي بقت بتأثر على اعضاء جسمه. في ناس القلب ما بقاش عندها مظبوط، الدورة الدموية مش شغالة تمام، بدأ الموضوع يأثر على التنفس وهكذا. فبرضو العمليات مش حاجة سهلة. نسيب بقى كده موضوع العملية خالص وخلينا ندخل في الموضوع بتاع هنادي مهنا ازاي خست كده. منطقيا بعيدا عن طبعا زي ما احنا لسه قايلين فكرة العمليات، هي اكيد عملت دايت. طيب بالنسبة لكم كده 20 كيلو اللي هي خسرتهم دول، هما بالظبط قالوا ان هي خسرت 20 كيلو في فترة 4 شهور. طيب 20 كيلو يا جماعة في 4 شهور، يعني كل شهر 5 كيلو، صوت يعني فين الانبهار؟ ليه كل الناس منبهرة قوي كده؟ كل الانبهار في النقطة ان هما شافوها كانت مليانة وغابت ال4 شهور دول عن الأنظار ورجعت خدت ال 20 كيلو. انما هي لو قدامنا هناخد بالنا، بس مش هيحصل الانبهار اللي حصل دلوقتي ده. زي بالظبط كده ان انت لو حد ما شفتيهوش بقاله كتير وحصل فيه اي تغيير وبداتي تشوفيه هتحسي ان هو شكله اتغير، انما لو انت قدامي على طول مش هتحسي بالتغيير ده، او هتحسي بيه بس مش زي حد ما شافش البني ادم ده بقاله فتره. فعلميا ومنطقيا وطبيعيا اللي هي خسته ده طبيعي جدا ان هي تخسه في ال4 شهور،
لو هي عايزه تخس. تمام، لو هي بقى عايزه تخس ممكن تكون عملت دايت ايه؟ بصوا، هو كان انا كنت شفت يعني طبعا فيديوهات عن الموضوع ده عشان اقدر اعرف هي عملت ايه، هل هي عملت فعلا عمليه ولا لا او كده، بس طبعا لقيت باباها وكده نفوا، ولقيت دكتور بيقول ان هي عملت رجيم اسمه رجيم كاراتاي. بصوا، انا ما درستش حاجه اسمها رجيم كاراتاي ده، فلما دخلت عملت سيرش عنه فهمت هو عباره عن ايه. هو تقريبا كل بلد بيبقى عندها يعني زي حاجه كده ايه بتاعتها زي ما بيقولوا، فبرضو انا مش عارفه بصراحه ده تبع بلد ايه، بس انا قلت اعمل عنه سيرش. وهو مش حاجه معتمده، يعني مش حاجه مثلا اللي هو رجيم سعرات، رجيم كيتو، رجيم صيام متقطع، لا مفيش الكلام ده. هو حاجه كده زي ايه ان حد يعني افتكس كده حاجه. كل الفكره ان هو عملها ان هو قلل الكربوهيدرات، وده طبعا طبيعي ان احنا بنقلل العيش، رز، مكرونات، الكلام ده كله، كتر البروتين. وده اللي انا بقوله تقريبا في كل حلقه من حلقات الرجيم بتوعي او الحاجات اللي انا بقعد اقدمها لكم ان احنا ازاي نخس. بعد اقول يا جماعه جوعتوا في اي وقت كلوا بروتين، بلاش نجوع نروح ناكل مخبوزات او نروح ناكل حلويات او الكلام ده كله. جوعتوا في اي وقت كلوا تونه، كلوا لحمه، كلوا فراخ، كلوا اسماك، كلوا اي حاجه فيها بروتين، لان دي اللي مش هتخنكوا، دي حتى لو دخلت هتكون عضلات. المهم زيادة شرب المية، ده برضو معتمد في الرجيم اللي انا بقول لكم عليه اللي هو كاراتاي ده. وممنوع اكل بعد الساعة 8 بالليل. واحنا كده يعتبر عاملين ميكس، عارفين من ايه؟ يعتبر عاملين ميكس من الصيام المتقطع اللي هو انا بوقف اكل بدري وافضل قاعد فترة طويلة من غير اكل، فادي فرصة للجسم ان هو يحرق، وفي نفس الوقت ما بديلوش كربوهيدرات كتير اللي هي اصلا بتتخزن في الجسم على هيئة دهون. وطبعا برضو الدهون طبعا قليلة، وابدأ ان انا اديله البروتين والمية، دي الحاجات اللي جسمي محتاجها اساسي ومش هتتخزن على هيئة دهون في الجسم. فحتى كمان كان في الدايت ده مركزين ان حتى في الوجبات الرئيسية ما يكونش فيه رز او مكرونة او كربوهيدرات كتير، يعني من الاخر هم معتمدين جدا ان هم بيقللوا الكربوهيدرات. فانا فسرت كده رجيم كاراتاي ده بالنسبه لي على ان هو ميكس ما بين الصيام المتقطع ودايت السعرات. دايت السعرات اللي هو عباره عن اني باخد السعرات اللي جسمي محتاجها، ودايت السعرات ده بيختلف من شخص للتاني حسب بقى كل حد بينام الساعه كام، بيصحى الساعه كام، شغله فيه تعب او حاجات زي كده ولا لا، في حد بيكون مثلا قاعد في البيت اكتر، في حد يكون بيلعب رياضه، كل ده بيختلف من حد للتاني. بس عامه بيتحسب لكل شخص محتاج سعرات قد ايه، وبيبدأ الدكتور المختص ان هو يعمل له دايت مناسب ليه. الدايت ده بيكون على قد السعرات اللي هو عايزها، فبيقول له تفطر ايه، تتغدى ايه، تتعشى ايه، ده الدايت الطبيعي اللي احنا كلنا عارفينه. طيب بالنسبة للصيام المتقطع، فاحنا بنوقف اكل مثلا ساي الساعة 10، الساعة 9، الساعة 8 بالليل، ونبدأ نشوف هيعدي ال 14 او 16 ساعة لحد امتى، ونبدأ ناكل تاني. بس يا جماعة يعني انا بقى هي دي النقطه اللي انا عايزه اتكلم فيها، ان الناس فاهمه ان الصيام المتقطع ماشي انا هعمل صيام 14 ساعه او 16 ساعه وبعد كده هاكل بقى عادي بقى براحتي، انا كده عامل صيام متقطع المفروض ان انا اخس، بس انا ما بخسش. نعم بجد والله نعم. مثلا فور اكزامبل كده، هو احنا ليه كده كلنا في رمضان كل الناس بتصوم نفس عدد الساعات صح؟ هل كلنا بقى بنيجي في العيد نكون خاسين؟ لا طبعا، ده بقى بيعتمد على كل حد كان بيفطر ازاي وبيعمل ايه في فترة الفطار وبياكل ايه وبيشرب ايه. فيا جماعة مش معنى ان انتوا عاملين صيام متقطع وبتصوموا 16 ساعة او 18 ساعة حتى معنى كده ان انتوا هتخسوا، ما انتوا ممكن تكونوا في الخمس ست ساعات اللي فاضلين لكم دي بتاكلوا فيها كل حاجة وبتبوظوا كل الدنيا. الفكرة كلها في الصيام المتقطع بتعتمد على ان عدد ساعات الفطار ما اكلش فيها برضو اكتر من السعرات اللي انا كان المفروض ان انا اكلها في اليوم الطبيعي لو انا حتى هعمل دايت. بمعنى انا دلوقتي لو مدي حد ورقه دايت بالسعرات بتاعته اللي هو محتاجها وهياخدها ويعمل دايت طبيعي جدا عادي جدا، يفطر كذا ويتغدى كذا ويتعشى كذا، تمام هيخس؟ طبعا هيخس. بس اللي بيعمل بقى صيام متقطع بيعمل تركايه زياده عن الانسان ده، ان هو برده بياخد الورقه دي وبيمشي برده عليها فطار وغدا وعشاء، بس المواعيد بتكون مختلفه، يعني الفطار والغدا والعشاء بيكونوا قريبين شويه من بعض، وممكن كمان بصراحه بنقلل منهم شويه حاجات لان ساعتها الحد اللي بيخس مش بيبقى محتاج كل الاكل زي التاني ممكن مثلا يقعد بالاكل ده يعني 14 15 16 ساعه، انما اللي بيبقى عامل صيام متقطع بيبقى عايز فتره اقل من كده. الفكره كلها ان اللي بيبقى عامل صيام متقطع ده بيبقى مدي لجسمه فرصه اكتر للحرق،
كأنه بيلعب رياضة. تمام، ليه بقى؟ عشان انا قلت قبل كده في حلقة سم متقطع اللي هسيبها لكم في الديسكريبشن بوكس وفوق، وكمان لو رحتوا دلوقتي عندي في القناة هتلاقوا بلاي ليست كاملة بتتكلم عن كل المواضيع اللي تخص السمنة والنحافة، وقايلة فيها بجد كلام مهم جدا والله. بصوا لا قايلة لكم الخلاصة، يعني قايلة لكم بجد الـ زي ما بيقولوا كده المفاتيح بتاعة الموضوع كله. المهم الفكرة كلها ان بعد 12 ساعة بيبدأ الجسم يحرق من المخزون اللي جواه بعد 12 ساعة بدون نقطة سكر، بدون نقطة أي حاجة خالص. الصيام بيكون بمية بس، وممكن شاي أو قهوة أو شاي أخضر من غير ذرة سكر من أي نوع من الأنواع. تمام، عشان إيه ما تقعدوش تحيروا نفسكم في الموضوع ده كتير. المهم بعد 12 ساعة الجسم بيبدأ يحرق من المخزون اللي عنده من الدهون، وهنا بتبقى الحاجة الحلوة في الصيام المتقطع، غير طبعا بقية الفوائد اللي في الجسم بقى اللي هو بيعمل اوتوفاجي والكلام ده كله، انا قايلاه بقى في حلقة الصيام المتقطع مش هعيده هنا تاني. بس يعني لو بنتكلم عن حتة التخسيس، فمن بعد 12 ساعة لحد ما انت هتبدأ تفطر، الوقت ده الجسم بيحرق فيه كأنك بتلعب رياضة. فده برضو حاجة حلوة جدا للناس اللي ما بتقدرش تلعب رياضة. المهم بقى خلينا برضو نكمل موضوع ده. هنادي مهنا احنا كده اتكلمنا في نوع الدايت اللي هي كانت بتعمله، وحتى على فكره يا جماعه هي لو ما كانتش بتعمل الدايت ده، فهي يعني اكيد كانت بتعمل دايت بتاع بني ادمين. يعني هو الدايت ده عباره عن ايه؟ الدايت ده عباره عن ان انت بتقلل اكلك، ممكن تكون بتزود الاكتيفيتيز بتاعتك. يعني هي اكيد كانت بتلعب رياضه، وانا فعلا شفتها، انا اصلا بحبها جدا وبتابعها على طول، ففعلا شفتها في الفتره الاخيره كتير في الجيم، وحتى كانت مره طالعه بتقول ان هي مش قادره وعايز تاخد شاور وتعبانه والكلام ده كله. فهي اكيد بتلعب رياضه، والا على فكره كان ممكن تخس لو كانت بتعمل دايت. بس انتوا اكيد شفتوا شكل الجسم ما شاء الله كان عامل ازاي، فالرياضه هي اللي شدت الجسم كده. في ناس كتير جدا بتيجي تقول لي هو انا ينفع اخس من غير ما العب رياضه، او انا اوريدي خسيت من غير ما العب رياضه؟ بقول لهم اه طبعا تمام، قللنا الاكل، قللنا الكميه اللي بتدخل للجسم، طبيعي ان الجسم هيخس. بس كل الفكره بقى مش بقى في ترهلات، مش بقى في مشاكل كده في الجلد واشكال كده مش حلوه، والبطن تقوم جايه مش عارف عامله ازاي والكلام ده كله، كل ده بسبب عدم لعب الرياضه. بس خلينا برضو في موضوعنا، يعني انا بتكلم دلوقتي على موضوع الاكل، خلينا برضو نقدر نحلل اكتر هي عملت ايه عشان توصل للجسم ده. بصوا انا بصراحة بالنسبة لي كواحدة يعني دارسة تغذية، مفيش اكتر من كده في الدايت بالنسبة لي علشان تبقى العملية متكاملة. يعني مثلا في ناس قالت ان هي عملت كيتو، الله اعلم ممكن تكون عملت كيتو، بس ما اعتقدش، يعني ما اعتقدش، لان الكيتو يا جماعة صعب قوي، صعب قوي بجد في عمايله، وممكن بعد كده يسبب مشاكل. ما اعتقدش ان في حد يعني مفروض ان هو سوبر ستار وفاهم الدنيا واكيد راحت لدكتور كويس هيكون مشاها على كيتو. يعني الكيتو ده صعب قوي، صعب قوي، بيضر الجسم كله. هو اوكي بيخسس، فعليا بيخسس، يعني الجسم بيعمل بيطلع كيتونز وحاجات لما يدخل له دهون ويبطل الكربوهيدرات والكلام ده، بيطلع حاجات فعلا بتبدا ان هي تكسر في الدهون اللي موجوده في الجسم. بس وبعدين يعني انتوا عمالين تاكلوا دهون تاكلوا دهون تاكلوا دهون، الجسم محتاج حاجات تانية كتير. ما ينفعش طبعا ادي دهون بالطريقه دي، القلب هيبوظ والشرايين وحاجات كده غلط كتير جدا. فما اعتقدش ان هي عملت كده، هي يعني اكيد لا. وانا مش من محبذين الكيتو، ممكن ابقى يعني اعمل حلقه اتكلم فيها عن الموضوع ده، بس انا ما فكرتش قبل كده اعمل حلقه لان مش حاسه ان انا هفيد الناس بحاجه، بس ممكن اعمل حلقه احذر الناس منه. وانا بصراحه كمان بالنسبه لي الصيام المتقطع افضل منه بمراحل في كل حاجه. يعني هو برضو بيقدم تقريبا نفس السرعه في التخسيس، بس مع فوائد تانية كتير جدا، يعني كتير اكتر من فكره ان انت هتخس، لا الموضوع اكبر من كده. بس واحب كده في الاخر اديكم الخلاصه بتاعتنا، هي ان هنادي اكيد عملت دايت طبعا، وهما بيقولوا ان هو دايت قاسي، بس احنا يعني هنفسر دلوقتي هو ليه قاسي. انا بالنسبه لي ممكن يكون قاسي ان هي بتبطل اكل من الساعه 8 بالليل، اعتقد لحد تاني يوم مثلا، ممكن نقول لحد الساعه 12 مثلا الظهر، ده هيكون مناسب جدا. فانتوا امشوا على كده، لو حد عايز يعني يمشي على الدايت اللي انا هقوله دلوقتي ده، نبطل اكل من 8 بالليل لحد الساعة 12 الظهر، ما نكترش عن كده. يعني هو احنا كده نبقى 16 ساعة، فكده يعني ماكسيمم بتاعنا. لو حد عايز يقلل اوكي، ممكن لحد لسه اول مرة يعمل الموضوع ده من 8 ل 8،
لو حد قادر يعمل من 8 ل 10 تمام جدا، من 8 ل 12 انا شايفه ان ده يعني حاجه كده قويه وحاجه جامده جدا وهتعمل لكم ان شاء الله فرق كبير. الوقت بتاع الصيام ده اوكي ميه، اوكي شاي، قهوه، بدون اي شيء. بكرر تاني عشان كتير بيقعدوا يسالوني، طب ايه ده ما ينفعش سكر دايت؟ طب ايه ده ما ينفعش اخد ده عصير برتقال يعني ما فيهوش حاجه؟ يا جماعه ولا اي حاجه ممكن يكون فيها ذره كربوهيدرات. افهموا الموضوع، روحوا الحلقه بتاعه الصيام المتقطع هتفهموا الجسم بيحصل فيه ايه وقت الصيام المتقطع، وهتفهموا لو لقى ذره سكر دخلت له هيحصل له ايه. هينسى كل العمليه اللي هو عمال يعملها والتعب، لان الجسم لما بيدخل يكسر في المخزون اللي عنده ده بيبقى تعب عليه وارهاق عليه، فاول ما بيلاقي حاجه داخله له كده بكل سلاسه وكل سهوله بيروح طبعا ياخدها وبينسى الحرق ده، خلاص كده بيسيبه على جنب. المهم يبقى احنا هنبطل اكل الساعه 8، نبدا ناكل تاني الساعه 12. فتره الصيام زي ما انا قلت طبعا ميه وشاي وقهوه بدون سكر بدون اي حاجه خالص. فتره الفطار اللي هي هتكون من الساعه 12 الظهر لحد الساعه 8 بالليل، وطبعا ده وقت حلو جدا، ده وقت كافي جدا يعني وقت تقدروا تاكلوا فيه كل اللي انتوا عايزينه. ولكن بالنسبه لي ما بحبش اقعد اقول ناكل ثمره مش عارف ايه وربع رغيف ومعلقتين بتاع ده زبادي والكلام ده كله، يعني ادام انا مش شايفه حد قدامي كائن محدد مش عارفه اقوله دايت محدد، بس هي كل الفكره ان كله باعتدال. مبدئيا وقت الفطار نقلل بنسبه 90% الكربوهيدرات اللي احنا بناكلها. بتاكلوا رغيفين عيش هيبقى نص رغيف ربع رغيف، بتاكلوا طبق رز هيبقى ربع طبق. حاولوا تقللوا بجد فعليا مش اقل من 75% من الكربوهيدرات، هي دي يعني هي والدهون كده اكتر حاجه ممكن تخلي الجسم يفضل ماسك وزن. طبعا هنقلل طبعا الدهون دي حاجه ما فيهاش كلام. نكتر شرب الميه جدا جدا على قد ما تقدروا، كتروا شرب الميه جدا. ولكن بصوا انا يعني كنت بقول الموضوع ده الناس مش فاهماه قوي، مش قبل الاكل دايركت، قبل الاكل بس مش دايركت، يعني ممكن قبل الاكل كده بتلت ساعه او بربع ساعه علشان بنكون خففنا شويه من حمض المعده وده بيقلل شويه من حته الهضم كده، في الهضم مبقاش سليم قوي، فنشرب ميه قبل الاكل بنص ساعه بتلت ساعه وهكذا. وطبعا ميه طول اليوم طول اليوم عشان ده بيخلينا نفضل طول الوقت الدوره الدمويه شغاله وما نجوعش قوي. هناكل بروتين كتير، بروتين في اي وقت تحس ان انت فيه جعت فجاه مش عارف تاكل ايه، مع الوقت بقى اللي البني ادم بيجوع فيه ده بيعرفش يتحكم في نفسه، بيلاقي قدامه حته فطير بيقعد ياكلها، بيلاقي قدامه اي حاجه كرواسون اي حاجه بيقعد ياكلها، بجد دمار دمار. جعت اسهل حاجه علبه تونه ونصفي منها الزيت بتاعها ونحط عليها ممكن معلقه خل او حاجه والدنيا كده تمام جدا، ويا سلام لو المعلقه الخل دي كانت خل تفاح. برضو متكلم عن خل التفاح هسيب لكم اللينك بتاع الحلقه تروحوا تتفرجوا عليه. بس كده ونمشي على الدايت اللي انا قلته ده بالخطوط العريضه اللي انا قلتها دي، صدقوني هتعمل تغيير والله كبير جدا. الخطوط العريضه اللي انا قلتها دي يعني هي اساس كل حاجه. بصوا يا جماعه الدايت ده اسلوب حياه مش حاجه هنعملها شهر ولا اتنين ولا تلاته وخلاص، يعني هي مثلا دلوقتي بعد ما خست لو رجعت تاكل تاني زي الاول اكيد هتتخن تاني، يعني الفكره مش خلاص بنثبت الموضوع، لا كل ما بنعود اكتر نفسنا على الحياه اللي احنا المفروض ان احنا نعيشها كل ما ده بيخليني انا مبقاش حاسس بجوع اكتر او بحرمان اكتر بمعنى اصح، وكمان يخلي حجم المعده يكش كده ويقل ويبقى مكتفي جدا بكميه الاكل اللي داخلاله، وده يعني دي اكتر حاجه المفروض ان انتوا تبقوا مركزين اصلا عليها. مش شرط ان احنا نخس بسرعه بس شرط ان احنا لما نخس ما نرجعش تاني. في اخر الحلقه عايزه اقول كلمه، اي حد يا جماعه عنده اي مشكله في موضوع السمنه يا ريت يبعت لي وانا هتابع معاه فور فري. هسيب لكم اللينك كمان بتاع الفيسبوك بتاعي هتلاقوه موجود في الديسكريبشن بوكس. وبس كده دي كانت حلقه بتاعتي النهارده معاكم، يا رب اكون فدتكم. كان معاكم الدكتوره امان حجازي وباذن الله اشوفكم تاني قريب جدا. والله كان نفسي اتكلم بجد في حاجات اكتر وفي معلومات كتير عايزه اقولها، في حاجات قلتها في فيديوهات قبل كده وفي حاجات لسه عايزه اقولها، بس خلينا في فيديوهات تانية. عشان تشوفوا الفيديوهات الجاية ريت تسيبوا سبسكرايب للقناة بتاعتي وكمان لايك عشان تشجعوني اكتر، وشكرا، باي باي.